هذه نهاية المطاف ها؟ بهيمة. يلا يطلع إن شاء الله. عي الدبل ما يشبك. مرة. زين قفل الباب هذا ما بينقفل بركز يا راشد هنزود ولا مشان طفتبناها بعدين إن لا كثر الله من القرابة خلّم صغار معها أعلمت الحالات نجرب نشوف لا خل نحمل زاد ها حمل زاد والله ما ادري هو ينقفل ذي والله بيتجرح الباب لكن ما عليه ابشركم انه طلع ولا اطلق دبل من اول عز الله جرفان انصح عفي وجه الله وتطلع من ذا الحين خذوها قاعده يا اهل الفجيات اذا خرب عليك الدبل في يوم من الايام حمله حجر والله كانك مشغل الدبل كامل طلعت به معقبه ولا قال اي شيء في الدي طلعت به في الدي ولا قال شيء ليس بالضرورة حجر اللي عندك كيس عبه بطحة ولا عبه طين أهم شيء ثقل الموتر ما شاء الله تبارك الله عزمه قوي يحتاج ثقل في خلفيته إذا ثقلت الخلفية والله ما عاد تحتاج الدبل